ايه الاخبار يا ماما؟ الدكتور بيقول ان احنا لازم ننقله المستشفى. لا، مروان مش هيخرج من هنا الا وهو واقف على رجليه. ازاي يا ماما؟ ده حالته خطر جدا. خشي قولي للدكتور مش هيخرج من هنا وياخد اللي هو عايزه، ان شاء الله ينقل المستشفى لغايه هنا. فهمتي؟ فاكرين البيت الكبير اتحرق وجع طلعوا لنا سكاكين؟ بعد الشر، البيت الكبير كبير بناسه واهله يا جبريه. عارفين لو مروان حصل له حاجه يبقى انتوا السبب، الا مروان، الا والد اخوي. كل اهل البلد لازم ان يشوفونا يا فوزيه، واحنا واقفين مع بعض، واللي هيقطعونا ويقتلونا. فوزيه، انا وجبريه غلطنا، كلنا غلطنا، ومعروف ان مروان هو الكبير، وكل البلد خايفه ومرعوبه. ان كان البيت الكبير اتحرق كله خايف، للبيت الكبير يرجع اقوى من الاول. وحط لسانك جوه بقك بقى، فهمتي؟ انتوا كل همكم البيت الكبير والهيبه، ناسين ان مروان ده جوزي. انا كل همي ان هو يبقى كويس دلوقتي. خشي قولي للدكتور اللي انا قلته لك. خشي. ان شاء الله خير، ما تقلقيش. يعني ايه ما تعرفش هو مين؟ ما هاني اول ما جالي الخبر جيت لك على طول يا حسن باشا، وكل اللي اعرفه انه في السرايا بتاعته دلوقتي. يا حسن، الحسن، يا حسن، انزل انت علي. حسن، حسن، اخوك اتضرب بالنار يا حسن، ولا البيت الكبير اتضرب بالنار وهو طالع من بيته. هتعمل ايه يا حسن؟ قولي، قول لعمتك. ساكت ليه؟ اوعى تقول لي قلبك مش واجعك، اوعى تقول لي ان الرصاصه اللي دخلت في كتف اخوك دخلتش قلبك وسمعت فيه. مروان وريد وانت الشريان يا ولد اخوي، مروان الميه وانت الزرع، لا تقدر تعيش من غيره ولا يقدر يعيش من غيره. لو مروان راح تبقى عامل زي الزرع الشيطاني اللي لما يطلع في الارض نشيله من جدره ونرميه عشان ملوش عازه. انت عملت سرايا كبيره عريضه عشان تقف قدام اخوك، هو عمل زيك سرايا طويله عريضه. انت وهو عملتوا سرايا دفعتوا فيها الملايين، لكن البيت الكبير أصلنا لمنا سنين عمره ما هيبقى ليها بديل. كيف الجدر ما يطلعش من الأرض؟ بتقول في بالك ما قلتش الكلام ده لنفسي ليه؟ عندك حق، بس أنا جاي أقوله لك دلوقتي عشان ما تعملش زيي. ما عادش في غيرك للبيت الكبير. خد بالك، كل اللي حواليك ديابة عايزة تنهش فيك انت واخوك. لو وجعت انت ولا هو هينهشوا فينا كلنا. استنى يا حسن، استنى، استنى جاي معاك. شايفة؟ شايفة بعملك ازاي زي ولاد الأكابر؟ عشان تعرفي بس إن أنا ابن ناس ومحترم. إيه بس؟ مالك يا بطتي زعلانة ليه؟ زعلانة منك. لا، أوعي تقولي كده، عليا النعمة أرمي نفسي قدام القطر. بقى يا سامية أنا سايب اللي ورايا واللي قدامي، وجاي عايز أشم ريحة الهنا والسعادة. تقابليني المقابلة دي، إلهي تزوري يا شيخ. كذاب. كذاب إيه؟ أنا أول مرة أكون صادق زي دلوقتي. ولعلمك بقى، أنا يعني كده كده هتجوزك. وجبت الجرأة دي كلها منين؟ لا أنا جريء قوي، بس أنت اللي مش واخدة بالك. تحبي تتغدي إيه؟ لا لا لا، أنا عاملة دايت. دايت؟ ما باين إن أنت عاملة دايت. لا بقول لك إيه، أنا بيني وبينك بحب النسوان الملظلظة كده، اللي تملى العين. النسوان المعصعصة دي ماليش فيهم. ايه نسوان دي؟ ما تحسن ملفظك شويه محروس. خلاص يا ستي حقك عليا انا. وبعدين أسف. لازم تتعامل معايا باسلوب احسن من كده، ما ينفعش، ما يصحش اللي انت بتقوله ده. على مهلك يا قلبي، بتاخدي الشاي تبلعي بيه؟ خدي عشان هيطري المسائل شويه. شوف بقى،
من ناحية الجواز أنا موافقة عادي مفيش مشكلة، ومن ناحية ندالتك وقلة أصلك معايا هقول ماشي كان غصب عنه، إنما من النهاردة كل واحد يعرف اللي ليه واللي عليه. هو بعيدا عن التناكة اللي بتتكلمي بيها دي، عيني حاضر. ولازم تعرف ان انا بنت ناس. لا كذب بقى، بصي انا عديت لك كل اللي فات ده، هتبتدي تكذبي من دلوقتي؟ لا ناس ايه يا ام ناس، هو انا شفت لك انسان من يوم معرفتك؟ انت هتغلط ولا ايه؟ لا بس هم فين الناس دي عشان اروح اتكلم واطلب ايدك منهم؟ مسافرين كلهم؟ مسافرين مفيش انسان واحد اروح اتكلم معاه؟ قول بقى ان انت شايفها سايبه فعشان كده جاي معايا سكه. هو في احلى من السايب؟ في احلى من السايب يا سمسم؟ او على الاقل محدش يوجع دماغنا. بيت، عيني، شبكه ومهر، حقك، وتكتب قايمه. لا ايه قايمه دي؟ ما بحبش القايمه دي. ايه ده الشغل البلدي اللي انت بتعمله؟ يبقى انت مش شاري يا محروس. انا مش شاري؟ طبعا اذنك يا سامي. استنى رايح فين؟ بهزر يا اخي. هنكتب الكتاب امتى؟ لما الناس تيجي. مش رجعوا. بتتكلمي بجد؟ ايوه. خلاص نشوف الست نعيمه واللي تقول عليه. ماشي. ايه؟ مش هنتغدى بقى ولا ايه؟ وده ايه كان ايه بالنسبه لك؟ ده كان ايه؟ ابيتايزر يا جرسوم الحساب لو سمحت. طمنا على اخوك. ايه يا حسن؟ ما تتكلمش ليه؟ اوعى تكون قلت له حاجه تضايقه. اوعى. انت رايح فين؟ انت مش هتقعد جار اخوك عشان لما يصحى يحس انك جنبه؟ حسن لازم تطمن عليه. حسن لازم تعرف مين اللي عمل فيه كده. اخوك مضروب بالنار. استنى يا حسن بكلمك، ما تسيبنيش وتمشي. طب استنى. الحمد لله أنا جين. الحمد لله. أنا كنت عارفة ومتأكدة إن أنت مفيش حاجة هتهدك وهترجع تقف على رجليك. أنت جبل يا مروان، عارف يعني إيه جبل؟ أنت جبل ما يهزكش ريح، أنت فاهم ولا قول تاني؟